شلون كنت تتوقعوا للرشيد؟ نوقع؟ ايه احنا نوقع؟ ايه كيف نوقع؟ لا شيل هو كيف يوقع؟ والله العظيم ابو الطوبه هم ابو الطوبه هو ابو الطوبه يخليك بنادي الرشيد. كنا مرات ما نريد نلعب بالرشيد لان بيه عقوبات. عقوبات على طار العقوبات حتى بالمنتخب وبالرشيد نسمع قصص ونسمع اشياء. هاي حقيقيه المواضيع؟ طبعا. ها انا اكثر واحد عاقب. ليش اكثر واحد عاقب؟ انا اول شيء من المدينه. ايه هاي وحده. يعني اكو اكس على المدينه؟ ايه هو ما يحب اهل المدينه. ها ثاني شيء ما يحب. يعني شروقيه احنا يعني مثلا؟ ايه ما يحب شخص من المدينه شويه يصعد. بس صار نجم يريد كفخه. يريد الكفخه. لذلك انا هاي. انا بالنسبه لي ما احترمه بصراحه. ايه ودائما مشاكل. اقوى عقوبه معسكر ضبط. وين؟ بالرضوانيه. ايه يعني شهر بقيت. اولي زين من ترجع للمنتخب مشاعر ضحك شقت بعد هاي الرعب اللي عشته شهر تمرين عايف التمرين وعايف الوضع وعايف الهاي شلون يكون؟ ما يهمه هو جايهم اقرع وهاي. اي هاي ما يهمه هو انت ترجع هذا مستقبلك انت ما تقدر. اي ما تقدر. لا تقدر تبطل. اي ولا تقدر يعني. هذا اجرام وظلم. يشوفون لاعبين تعلمنا الجديد. يعني هسه اللاعبين نقول الحمد لله وشكر هذا اللاعبين هذا الجيل جاي يلعبون براحتهم. صح. اكو من يدفعهم اكو من يدعمهم احنا قبل ما حد من يدعمنا.